بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله متابعي قناة زينب المغير. كتمنى تكون أخواتي بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله نقترح عليكم واحد الوصفة اللي هي عبارة عن اللوبيا مشرملة، يعني اللوبيا خضراء مشرملة كتجي رائعة جدا بطيشة، يعني كتمشي كمقبلة ومرافقة للأطباق يعني الرئيسية. كتمنى تجربوها وتنال إعجابكم. إلى عجبتكم ما تنسوش بحال ديما ديروا لايك وتشتركوا في القناة باش يوصلكم الجديد. كنتمنى لكم فرجة ممتعة. بالنسبه لهاد السلطه هذه يعني كتبقى من المقبلات اللي كتبقى يعني كتجي رائعه ولذيذه ومغذيه، ويمكن لنا نقدموها يعني مع اي طبق رئيسي، يعني كتمشي مع اللحم، تمشي مع الدجاج، تمشي مع الحوت، مع اي حاجه بغيتو. بالنسبه غنحتاجوا لها على بركه الله 500 غرام ديال اللوبيا. اللوبيا اما كتبخروها اولا كتبوشيوها شويه ديال الماء مغلي مع شويه ديال الملحه. ما تكثروش ليها الطياب، الا بوشيتوها في الماء مغلي يعني الى رميتوها في الماء مغلي غير واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق وزولوها وديروا عليها ماء بارد باش تبقى في اللون ديالها، باش تبقى اللوبيا في اللون ديالها. غادي نحتاج واحد 3 حبات ديال المطيشه مقطعينها غير مكعبات صغيره، حبه ديال الفلفله حمراء، شويه ديال الزعتر، شويه ديال الكمون، دريسات ديال الثومه هكا غير مكرازين بحال هكا يعني غير مقطعين هكا عشوائيا، شويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه، وزيت الزيتون وطبيعه الحال. ندوز على بركه الله طريقه الطحن. بالنسبه للطريقه فهي جد سهله. تناخذوا مطيشه يا يعني اما كديروا واحد اللي بغات تقدمها هكا في طويجنات يمكن لها دير طاجين صغير، اللي بغات تقدمها هكا كدير مقيله بحال هكا دير فيها مطيشه، دير فيها الفلفله حلوه، ندير فيها الثومه، وبيان او طبيعه الحال غادي نديروا زيت الزيتون. نستنى غادي نضيف شويه ديال التوابل غير الملح والابزار الكمون والزعتر، ما غاديش نضيفهم دابا حتى لاخر حاجه، حتى نبغي نطفي على اللوبيا ندير شويه على الملح والابزار ونتسناو على هاد المكونات حتى كتقلى مزيان، خاصها تشحر مزيان. انا كتلاحظوا معايا اخواتي المطيشه ديالنا راه طابت. غادي دابا نحاول نضيفوا اللوبيا. بسم الله نحاول نقلبوا هاد اللوبيا مزيان باش تشرب لينا هذيك المطيشه اللي درنا. هنا كما كتلاحظوا قلبنا مزيان اللوبيا مع باقي المكونات. دابا ديما الكمون كنخليه هو الاخر باش يجينا ملفتد، وشويه ديال الزعتر. صافي غادي نخلط وغادي نطفي وتنقدموها دافيه بالصحه والراحه. المقبله تاعنا اخواتي كتلاحظوا معايا يعني من بعد ما كنضيفوا لها الكمون والزعتر كنطفوا عليها وكنقدموها دافيه، كتجي لذيذه بزاف. ان شاء الله جربوها تنال اعجابكم. الى عجبتكم اخواتي ما تنساوش ديروا لايك للفيديو، اشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد، الى حلقه مقبله بحول الله.